جايز، بالبارت 4 شفنا ديتيلز عن الانترفيسز وكانت البارت طويلة شوي. بهالبارت رح نحكي عن الراوتر بالبارتي لوجيك. رح تكون البارت صعبة يمكن، كرمال هيك إذا حسيتوا الريتم سريع وقفوا الفيديو ورجعوا بلشوا عن جديد. ما تنسوا إنه فيكن تحضروا أي فيديو قد ما بدكن. ردي؟ خلونا نبلش. الراوتر بحد ذاته يعتبر Layer 3 Device، لأن القرار أنه يبعث الباكي من وين ولوين بتتاخد بيست على الانفورميشن اللي هي بالLayer 3، يعني بيست على الIP Address تبع الدستيناسيون بحد ذاته. هيدا بيقولوله Routing. دونك شوفوا معي كيف بتصير العملية. PCA عم يبعث باكي لPC2. PCA وPC2 كل واحد منهم بنتورك معين. مثل ما شفنا بالنتوركينج فور ابسولوت بيجنرز، الباكي من بي سي 1 بتنزل من الاب لاير على الفيزيكال لاير. كل كوش بتزيد الهيدر والفوتر تبعها، بعدين بتوصل هالباكي على الراوتر 1. ار 1 رح يفتح اللاير 1 و 2 ويوصل لل 3. بس يوصل لل 3 بيشوف الادريس اي بي تبع الديستيناسيون ليعرف لوين بده يوديها. بيعرف الار 2 وين موجوده من اي انترفيس يوصل له، فبيبعث هالباكي على الانترفاس المناسبه. بعدين بس توصل لR2 بيعمل ديكابسيلاسيون للاير 1 وصولا عن لاير 3. بس يوصلها بيشوف الادرس اي بي تبع الديستيناسيون وبيعرف انه ليوصلها بده يبعثها على الR3، وبيعرف على اي انترفيس موصول هالراوتر بيبعث له الباكي. كمان هالباكي بس توصل على الراوتر R3 بيعمل ديكابسيلاسيون للاير 1 و2 و3، بيشوف الادرس اي بي تبع الديستيناسيون، بيعرف على اي انترفيس موصول هالنتورك وبيبعث عليها. توصل على البي سي 2 وبيعمل ديكابسيلاسيون لكل اللايرز وصولا للابلكيشن لاير. كمان خلال كل شيء قلناه هلا، الراوتر كمان بيشارك باللاير 1 ولاير 2 بروسيسز. هالتفاصيل كلها حكينا عنها بالبلاي ليست اللي قبل. وهيدي كانت هالبارتي بشكل سريع. طب تعالوا نرتاح من هالقصص التيوريك ونفوت على البراتيك. لقوني بالبارت 6 لنعمل اكزرسيس سوا.